قطاع المعارض قطاع وضعت فيه دولة الإمارات بصمتها على المستويين الإقليمي والدولي، فمكانة الدولة الاقتصادية إقليميا وعالميا وبنيتها التحتية المتطورة من مطارات وفنادق وشبكة طرق حديثة ومرافق على أعلى المستويات، كلها عوامل ساعدت على استحواذ دولة الإمارات على حصة كبيرة من صناعة المعارض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدوره يعتبر معرض الدفاع الدولي آيديكس أحد أهم المعارض المتخصصة في المجال العسكري والدفاعي إقليمياً وعالمياً. صناعات عسكرية، ابتكارات دفاعية، أنظمة مأهولة وغير مأهولة، ولقاءات بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعات، وصفقات مليارية تتزايد عاماً بعد عام تسهم في دفع عجلة النمو في هذه الصناعات وتطورها المستمر، خاصة مع تسارع وتيرة الابتكارات في الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية، وهو ما يسهم أيضا في دعم الصناعات الدفاعية الإماراتية ووصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الصناعات العسكرية والابتكارات الدفاعية. وجود آلاف المشاركين في هذا المعرض السنوي ينعكس اقتصادياً أيضاً على المشهد السياحي، بدءاً من رحلات الطيران المكثفة وحجوزات الفنادق المتزايدة وانتعاش الطلب على المطاعم، فضلاً عن زيادة الإقبال على وسائل النقل المختلفة والتي توفر خيارات متعددة لكافة الزوار والمشاركين، وزيارة مختلف الأماكن السياحية والثقافية والترفيهية التي تزخر بها العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات، وهي معطيات من شأنها توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي المشاركين في هذه المعارض والمؤتمرات، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي، خصوصا وأن أبوظبي تستهدف مضاعفة حجم قطاع سياحة الأعمال والترحيب بما يزيد عن 23 مليون زائر بحلول العام 2030.